مكملين معاكم في ليلة حقيقي استثنائية من ليالي مهرجان العالمين. مطربنا نجم شعبي شعاره الأساسي في الحياة هتبقى أحلى، أغانيه ما تقدرش تعديها معروفة، وليه ارتباط خاص مع جمهوره من أول لحظة ظهر فيها، وارتبط جمهوره بكتير من أغانيه وبقت علامة في كل فرح بنعيشه، من سوق البنات لبنبناية وعمي يا صياد ويا جبل مهزك ريح وغيرهم أكيد كتير، لحد ما كسر كل حواجز النجاح الفترة الأخيرة بالأغنية اللي دخلت قلوبنا كلنا. وتفتكروا هي إيه؟ هي إيه؟ رحبوا معايا بصاحب جايزة الميمة كأفضل مطرب شعبي في مصر، محمود الليثي. اجهزوا بقى معايا، اجهزوا معايا، عايزين نسحب.